جينا بقى للعب الترابيز، هنشوف الاستاذ ساجد والاستاذه تاليا مين هيودي كوره الناحيه التانيه بسرعه جدا. يلا بينا، ريدي ستدي جو جو. برافو ساجد، دخلها وطلعها تاني. برافو تاليا، دخلتها لسه ما طلعتهاش تاني. برافو ساجد، الله ساجد عمال يدخلها ويطلعها. ايوه يا ساجد، برافو برافو يا سجودي. تاليا ما بنزقش، هوا بس. برافو تاليا، دخلتها في البلوكة الثالثة. تضحك على ايه؟ انا مش فاهم. يلا يا سجودي، تاليا لسه في البلوكة الثالثة. اما ساجد لسه في المركز الاول، الحتة الاولى بلوكة بتاعته اصلا، دخلها في البلوكة الثانية. برافو. لا 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 لا، بالهوا 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 بالهوا. تعالي من هنا، تعالي من هنا. الله يا سجودي، الله على البلوت تويست. سجودي سجودي وتاليا في نفس البلوكة، تعالي من الناحية الثانية. ساجد قرب ودخلها في البلوكة الثالثة. برافو يا ساجد، برافو يا ساجد. هوي يا ساجد جامد. عندك هنا، من هنا. دخلت تاني. لا 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 لا، بالهوا بالهوا بالهوا. من هنا يا ساجد اهو، من هنا كده. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده. الاثنين في نفس المرحلة. يا ابني يا ابني يا ابني، ساجد عرف يطلعها الاول. برافو يا سجودي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني على نفس الترابيزه. برافو. جينا لتاني لعبه الترابيزه، وهنشوف الاستاذ كريم والاستاذ كريم هيعملوا ايه. كريم الاصفر وكريم الاحمر، جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يلا بينا، ريدي ستادي، امسك كورتك اند جو. الله، يلا مين هيدخل اول كوره يا ترى؟ اقوى شويه كيمو. ايوه يا ابني، ده ايه الحظ ده يا ابني؟ الله، كريم الاحمر اول كوبايه حمراء، اول كوبايه صفراء. برافو. ها ايه يا ابني؟ بالراحه شويه. ها ها، بالراحه بالراحه، جرب. ماشي بالراحه يا كراميلا. ماشي كريم الاصفر، بالراحه يا ابني. ايه ده؟ حلو، تاني كوبايه حمراء، تالت كوبايه صفراء. انتوا ايه مع بعض؟ الله، تالت كوبايه صفراء، تالت كوبايه حمراء، فاضل كوبايه واحده. انت خلصت كورك، هو خلص كوباياته، وبكده يبقى الفريق الاحمر لسه متصدر. هنشوف هنعمل ايه في اللعبه الثالثه على نفس الترابيزه. برافو. وصلنا بقى لتحدي المسدسات بالكور الفل، وكل واحد هياخد المسدس بتاعه ويبتدي، ونشوف مين اكتر حد هينشن على اكبر عدد كوبايات موجود. جاهزين؟ جاهزين. هيا بينا نقول ريدي ستدي جو. الله يا بنتي، الله، بالحبه بالحبه، شاطره شاطره، نشن، اضرب اضرب. برافو، الله، وانت كمان بالحبه كده، احنا متساويين تقريبا ولا ايه؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4 5. برافو برافو. ايه؟ لا خلاص، خلصت كورك؟ تعال اقف هنا. وانت خلصت كورك؟ خلاص؟ يلا الحمد لله، حصل خير كده. الفريق الاحمر لسه مستمر في الصعود وفي الكسبان، جامدين جدا جدا على الالعاب الترابيزه، ولسه الفريق الاحمر هو اللي كسب للمره الثالثه على العاب الترابيزه. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. يلا جينا لاخر لعبه ترابيزه، لغايه دلوقتي الفريق الاحمر متقدم 3-0 على الفريق الاصفر. شدوا حيلكم معانا شويه، هنشوف بقى هنعمل ايه، والكوره هتروح لانهي فريق الاول. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يلا يا ساجد. ماشي كريم، ساجد، الله، يلا هات الكوره عندك كريم. ماشي ساجد، كريم، ساجد. ماسكة ايدي. ماشي، ما هي ما اتحسبتش. الله يا كراميلا، يلا يا ساجد، يلا يا كريم. الله، شد حيلك، شد حيلك، يلا. الله، هاتي الكورة، يلا شد حيلك بسرعة قوي، يلا يلا يا سجودي. الله يا ساجد، شد حيلك، نقطة كلمة السر. الله، يلا يا كريم. ها ساجد، برافو، فاضل لك زلطة وتطلع بره. الحمد لله، يلا اجيبها لك، يلا
الله. لا يلا بقى يلا انقذ بقى. هو هي هتجيبها. يلا ها يلا سجود. الله. لا. يلا مش ممكن بقى مش ممكن لا. بقى حاولت يا ابني وعملت اللي بتقدر عليه كله، بس الفريق الاحمر كده بيبقى كسبان على كل العاب الترابيزه. مبسوط يا فيدي اديكم بتكسبوا اهو. هنشوف بكره بقى في الجزء الثاني هنبقى لسه الفريق الاحمر بيتقدم ولا الفريق الاصفر هيشد حيله شويه وهيبقى بيكسب العاب ثانيه معانا، بس احنا مبسوطين صح؟ مبسوطين قوي قوي؟ طيب استنونا بقى بكره نكمل الجزء الثاني، ودلوقتي نقول لهم ايه؟ باي!